طائرة ملغمة استهدفت أحد القواعد التي يتحصن بها الثوار، وهذه اليوم سيارتان مفخختان يعني أصابت المدنيين مباشرة، حيث استفاق أهالي مدينة الرقة في الصباح الباكر منذ الساعة 7 صباحا كان هناك انفجار سيارة مفخخة بالقرب من دوار أمن الدولة سابقا، وكان هناك يعني هذه السيارة المفخخة الأولى قصرت الخسائر فيها على الماديات فقط، ولكن السيارة الثانية المفخخة كان انفجارها الأضخم والأقوى، وحيث انفجرت في حي يعني الأماسي الذي يقطنه عدد كبير من المدنيين، وهذا الحي هو مقتضى المدنيين واللاجئين من المحافظات الأخرى، وكان الدمار كبير جدا أدى إلى سقوط 6 شهداء على الفور وأكثر من 20 جريحا، وأيضا كان هناك دمار لبناء بالكامل ويعني سقوطها على الأرض، وأيضا احتراق مبنى كبير أيضا بالكامل، وإلى الآن لم يتم السيطرة عليه على هذا المبنى. وهذه الانفجارات المتتالية تأتي بعد اشتباكات عنيفة كانت في يوم الأمس في الفرقة 17، وكان هناك عناصر من القوات البيكيكي التي ساندت النظام بالفرقة 17 لإخراج بعض الضباط، كما أورد لنا بعض النشطاء الذين كانوا متواجدون في هذه المعارك يوم أمس، كان هناك عناصر من البيكيكي يحاولون إخراج بعض الضباط من داخل الفرقة 17، وجرت اشتباكات عنيفة، وتلا هذه الاشتباكات أيضا قصف مدفع عنيف من الفرقة 17 باتجاه الأحياء السكنية والمدنية في مدينة الرقة. وفي هذا الصباح كان هناك الانفجار لهاتين السيارتين المفخختين، يعني إلى الآن ليس لدينا أدلة على من قام بهذا التفخيخ لهاتين السيارتين، ولكن كل الأدلة تقول إلى أن النظام وشبيحته الذين قاموا بهذا الانفجار، المدينة محررة بالكامل ولا يوجد بها نظام داخل هذه المدينة، ولكن الشبيحة النظام متواجدون داخل هذه المدن المحررة إلى الآن، هم يعني المتهمين الأكبر في هذا التفخيخ. والآن يعني منذ قليل كان هناك قصف مدفعي عنيف من مطار الطبقة العسكري على مفرق مدينة الطبقة، حيث كان هناك أيضا اشتباكات يوم الأمس جرت في على محيط مطار الطبقة العسكري، وحيث قام الثوار بقصف مطار الطبقة العسكري بصواريخ جراد وصواريخ محلية صنع وقذائف الهاون، رد مطار الطبقة العسكري أيضا بقصف مدفع عنيف على أحياء المدينة، وكان هناك لدينا 4 جرحى جراء استهداف إحدى القذائف لمنزل في الحي الثالث، مما أدى إلى جرح العائلتين بمنزلين متتاليين على التوالي، وكان هناك أيضا في الصباح استهداف مفرق مدينة الطبقة بثلاثة براميل متفجرة من قبل الطيران المروحي، وأيضا يعني تشهد اللواء 93 يشهد أيضا اشتباكات عنيفة، يعني هذه الأخبار المتتالية من الضربة العسكرية الأمريكية لسوريا للنظام السوري، يعني يكون هناك ارتباك، الآن هناك ارتباك شديد لدى النظام والقصف عشوائيا وكثيف جدا خلال اليومين الماضيين، يعني كان قصف شديد جدا على المدينة المحررة مدينة الرقة بكاملها مع الريف من اللواء 93 والفرقة 17 ومطار الطبقة العسكري، واستهداف كبير للمدنيين، يعني هذه لا ندري ماذا يقصد النظام بهذا القصف الكبير، ولكن الثوار الآن يجهزون إلى غرفة عمليات كبيرة تضم كافة الثوار يعني التعاون الكبير مع هذه الضربات إن جازت هذه الضربات العسكرية التي سوف يقوم بها أصدقاء الشعب السوري على النظام السوري لتحرير أي منطقة تقصف أو أي قطعة عسكرية تقصف في هذه من قبل هذه القوات وتحريرها بالشكل أو القوات البرية ودخولهم لها، يعني هذا التعاون إن شاء الله سوف يكون كبير على المستوى المحافظة بشكل كبير، وأيضا يعني اللاجئون من المحافظات الأخرى يزدادون في هذه المحافظة بسبب القصف العنيف جدا في المحافظات المجاورة كدير الزور والحسكة وريف حلب، يعني بعد تحرير الطريق الإمداد لخناصر طريق حماة حلب خناصر يعني أخذوا هذا الطريق الإمداد، كان هناك لجوء كبير للاجئين لهذه المحافظة، والآن الوضع الإنساني. شكرا جزيلا لك، وضحت الصورة من الرقة. كان معنا أبو بكر مراسل شبكة شام، شكرا جزيلا لك.